السلام الله عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو إن شاء الله. أقدم لكم درس في الخياطة التقليدية للنساء، فموضوع حلقتنا هذه الحصة هو لصق العقاد التوتة. فحسب ما أخبرتكم في السابق كان في صنع وإعداد العقاد التوتة. إليكم مشاهدينا هذا التذكير. وفي الفيديو القادم إن شاء الله أقدم لكم كيفية لصق هذا النوع من العقاد. هذه النوع من العقاد فهي العقاد التوتة. هذه العقاد ليست مثل الوردة أو العقاد جاكر، هذه العقاد كيفية لصقهم طريقتهم خاصة. إذا مشاهدينا رأينا معا كيفية وطريقة إعداد العقاد التوتة، فهذه العقاد لا في حاجة للتلوية، يكفي الإنهاء الجلابة أو القفطان بهذا النوع من العقاد، فهو اللصق والجمع وفي الآخر ترطيق الأذنين. وإذا كان الجلابة أو القفطان فيه عطفة نقوم بتنبالها ثم عطفها. إليكم المتابعة.
وإلى هذه الدقائق الأخيرة مشاهدينا بالتمني أن هذا الفيديو أعجبكم، وأشكركم على طاب المتابعة، فأحسنوا تعليقكم. وإن كنت من أول مشاهدي هذه القناة ما عليك إلا الاشتراك فضلا وليس أمرا، وتفعيل زر الجرس ليصلكم الأفضل. ففي هذه القناة حرف وإبداع وكل ما في الخياطة التقليدية، بالإضافة إلى الابتكارات وصنع كل ما يحتاجه صاحب الذوق الرفيع. وأشكركم على المشاهدة.